بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 67. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك. هذا يسأل لفضيلة الشيخ ويقول: حدثونا عن أفضل التفاسير وتفسير الطبري، ما رأيكم فيه شيخ مأجورين؟ والمبتدئ بماذا يقرأ من التفاسير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفاسير كثيرة ولله الحمد، وكل تفسير له منحة، ولكن يعني أحسن التفاسير وأشملها تفسير الإمام ابن جرير الطبري، ثم تفسير الإمام البغوي حسين بن مسعود البغوي رحمه الله، ثم تفسير الإمام ابن كثير، فهذه أحسن التفاسير. نعم، أحسن الله إليك شيخ. أبو عمر يقول: شيخ، بأن وزني زايد عن اللازم شوي، وأوصاني الطبيب بتقليل الطعام والشراب، وأنا أصوم يا شيخ بنية نقص الوزن وصفاء البشرة والصحة، هل يقبل هذا الصيام؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا كان قصدك بالصيام التقرب إلى الله طلب الأجر فلك ما نويت إن شاء الله، أما إذا كان قصدك دنيويا وهو ناحية صحية أو ناحية طبية فليس لك في هذا أجر. نعم. الأخت السائلة تقول: عند والدتي خواتم ذهب منذ سنوات وبعض الحلق الذهب ورشرش، هل عليها زكاة يا شيخ صالح؟ إذا كانت تعدها للب والتزين بها المناسبات فالراجح من قولي العلماء أنها ليس فيها زكاة. نعم. شخص دائما يحلف يا شيخ بأنه يفقد عياله إذا عمل هذا الشيء، يكرر هذه العبارة، هذا دعاء، ولا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه، إنما من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أبو محمد يا شيخ يقول: نحن في منزلنا الجديد هناك أعزكم الله بعض الحشرات التي توجد بالبيت مثل النمل وخلافه، ما هل يجوز يا شيخ قتل هذه بالماء الحار أو الحرق؟ لا، ما يجوز القتل بالنار، وإنما ينذر النمل بالرحيل، فإذا لم ترحل فإنه يقتلها بغير النار، قتلها بالمبيدات المعروفة. نعم. هذا الذكر وهذا الدعاء يا شيخ سلاح يعني دائما المسلم يغفل عنه يا فضيلة الشيخ، ويقولون بأن الدعاء هو سلاح المؤمن، هل يشترط لهذا الدعاء شروط لكي يقبل الدعاء؟ الدعاء يقبل إذا كان خالصا لله عز وجل، وكان دعاء مشروعا ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم، وأيضا لا يستعجل الإجابة ويقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، بل يدعو الله كما قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ادعوا الله بقلب حاضر، ولا يدعو الله بقلب غافل لاهن، فإن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهن كما في الحديث. نعم. أرجو يقول أن تقفوا مع حديث وماذا نستفيد منه في وقتنا الحاضر: ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين ليقام في الصف. هذا في حرص السلف على صلاة الجماعة، قال والكلام هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، كان عاجزا عن المشي أو ثقيلا، حتى يقام في الصف. هذا من حرصهم على صلاة الجماعة، حضور صلاة الجماعة. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء في جميع الأحوال؟ نعم، رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة ومن آداب الدعاء، كالرجل يمد يديه في السفر: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام،
أذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. دل على أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب القبول بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السائلة تقول: كان بيني وبين والدتي سوء تفاهم لتدخلها في حياتي الزوجية مع زوجي، ثم ماتت فجأة بسكتة قلبية، وندمت عن هذا الخلاف بيني، كيف أبرها بعد موتها؟ برها بالدعاء لها وبالصدقة عنها وبالحج أو العمرة عنها. فالأعمال التي تدخلها النيابة ويلحق ثوابها بالأموات كثيرة والحمد لله، وأقربها وأسهلها الدعاء، كثرة الدعاء لها بالمغفرة والرحمة. نعم. شيخ، تدخل بعض الوالدين في حياة الأولاد في الزواج وفي غيرها، بماذا يوصون يا شيخ؟ تدخلهم يوصون بالصالحة، بالزوجة الصالحة وباختيار الأسرة الطيبة. نعم. أحسن الله إليكم، هل يصح يا شيخ قضاء الوتر بعد الفجر؟ نعم، يقضى، ما هو بعد الفجر، يقضى في النهار إذا ارتفعت الشمس، يقضى إذا ارتفعت الشمس ويشفع. إذا كان يوتر بثلاث يجعله أربعا بسلامين، وإن كان يوتر بخمس يجعله ثلاث تسليمات، كل ركعتين بسلام، وهكذا. نعم. رياض الصالحين يا شيخ من أبرز كتب الإمام النووي رحمه الله، ما أيضا الكتب التي كتبها هذا العالم، ومن هو هذا الإمام مأجورين؟ الإمام النووي إمام مشهور من أئمة الشافعية، ومحدث من كبار المحدثين، له كتاب رياض الصالحين كما ذكر السائل، وله 40 النووية، وله شرح صحيح مسلم، شرح جيد ومختصر. نعم. أحسن الله إليكم، من فاتته صلاة الليل ولم يستيقظ إلا من النهار، فهل يصليها يا شيخ جهرية أم سرية؟ صليها على صفتها، إذا كانت من صلاة الليل يجهر بالقراءة. نعم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج يقول: ما الفرق يا شيخ بين قولنا الجائز وهذا حلال عند أهل العلم؟ لا فرق، الجائز هو الحلال والمباح جائز. نعم. بعض المصلين يدرك الإمام وهو راكع، فما الواجب عليه؟ أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم ينحني للركوع. نعم. يقول يا شيخ بعض المصلين: ما حكم تغيير النية في الصلاة؟ نعم، يجوز أن يغيرها من فرض إلى نفل، أن يغيرها من فرض إلى نفل، ولا العكس، ولا يجوز أن يغير النفل إلى فرض. نعم. له سؤال أخير في رسالته، يقول يا شيخ: السنن الرواتب هل تكفي فيها النية المطلقة؟ أعني لو كان علي فوات، هل أنوي أن هذه راتبة الظهر القبلية مثلا وهذه راتبة الظهر البعدية، أو يكفي التعيين؟ السنن إذا فاتت لا تقضى، سنة فات محلها. نعم. إنسان يا شيخ أخطأ في ترتيب الوضوء، مثل مسح على رأسه قبل غسل يديه وهو يعلم، فهل الصلاة صحيحة؟ لا بد من الترتيب، ترتيب من شروط صحة الوضوء، ترتيب بين الأعضاء كما جاءت في القرآن وفي السنة، يرتبه. نعم. هذا مصري مقيم بالرياض يقول: بعض الناس يعتقد يا شيخ بأن رمي الجمار إنما هم يرمون الشيطان، فهل هذا صحيح؟ لا، غير صحيح، رمي الجمار لذكر الله كما في الحديث: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار لذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، بعض النساء تقول السائلة، خصوصا إذا كان في مصليات الجمعة أو رمضان، نعاني منها بتأتي بأولادها الصغار الذين عليهم حفائظ، ونجد أيضا بعض الروائح وبعض الحركات والصراخ فتؤذي المصليات. هذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تأتي بأطفالها الصغار ويؤذون المصلين، أو يكون منهم روائح كريهة تضايق المصلين، إن هذا أذى، ولا يجوز أذية المصلين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بعض الناس يخلط عند بعض الناس هذه العبارة وعند معرفتهم بين قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويرددون هذه العبارة في المصائب، هل هذا وارد؟
الوارد؟ نعم، هذه كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، الاتيان بها والاكثار منها فيه فضل عظيم. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: عند صديق لي أولاد وربي أغناه بالمال والجاه، ولكنهم يقصرون في الصلاة، فعندما أوصي هذا الرجل وأقول لا بد أن تذهب بهؤلاء الأبناء وقد بلغوا 15 و16 و20 إلى المسجد، يقول يكبرون ويهديهم الله. لا، هذا غلط، هذا غلط من هذا الوالد. الهداية لها أسباب وهي التربية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمروا أولادكم بالصلاة لسبع، أضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم بالمضاجع. فالأولاد الذين يسكنون مع والدهم هو ملزم بإيقاظهم للصلاة وبأمرهم بها والذهاب بهم إلى المسجد. نعم. أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا سائل يقول: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم تأتيه الهموم، أو أن الله عز وجل حفظه من الهموم والغموم؟ تأتيه الهموم وتأتيه المضايقات، لكنه يصبر عليه الصلاة والسلام، يصبر على ذلك، وقد سمع من أذى قومه وواجه من أذى قومه الشيء الكثير، ولكنه يقابل ذلك بالصبر حتى نصره الله سبحانه وتعالى وأظهر دينه. نعم. هل ورد هذا الحديث يا شيخ: ويل للعرب من شر قد اقترب؟ نعم، هذا ورد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح الليلة من سد يأجوج كذا وكذا. نعم. من الأسئلة التي وردت يسأل عن حكم الإلحاح في الدعاء. الإلحاح في الدعاء مطلوب أن تكثر من الدعاء وأن تلح على الله جل وعلا بأن يقبل دعائك، وأما الإجابة فهي عند الله، أنت منك الدعاء والإجابة من الله، فلا تستعجل، ربما يكون في تأخير الإجابة خير لك، الله يختار لك الأصلح، ولا تقل دعوت ودعوت فلم يستجب لي، بل ادعو الله وأكثر من الدعاء. نعم. يقول: أنا أصوم الاثنين والخميس يا شيخ صالح، ولكنني لدي تحليل في هذين اليومين للتبرع بالدم، فهل هذا ناقض للوضوء؟ نعم، إذا كان الدم كثيرا يعني بقدر الحجامة فإنه ينقض الوضوء. نعم. إذا صلت المرأة بالنساء فأين تقف؟ في صفهن، تقف في صفهن، وإن وقفت أمامهن فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، بعض النساء تقوم بالوضوء لطفل، فهل وتكون على وضوء، فهل ينتقض الوضوء في هذا الطفل وفي تغييره؟ إذا مست فرجه مباشرة من غير حائل انتقض وضوءها، أما إذا كانت من وراء، كان ذلك من وراء حائل، فإن هذا لا يضر الوضوء ولا ينقض الوضوء. تقول السائلة: أختي أصيبت بجلطة في رمضان ولم تستطع الصوم، وحتى الآن وهي في غيبوبة، هل يصوم عنها الأولاد والبنات؟ لا، إن شفاها الله صامت وقضت ما عليها، وإن توفيت فليس عليها شيء. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الناس يتساهل بالتدخين، فما حكمه يا فضيلة الشيخ؟ وهل المدخن يؤم الزملاء في العمل؟ التدخين آفة وداء قاتل، له رائحة كريهة ومضر جدا بالصحة، ليس فيه أي فائدة، وإنما هو أضرار محضة وأضرار كثيرة، فعلى المسلم المبتلى به أن يتوب إلى الله منه ويتركه. نعم. السنن الرواتب الشيخ صالح، هل تسقط عن المسافر؟ وإذا صلاها هل يكون خالف السنة؟ نعم، إذا كان يقصر الصلاة فلا يأتي بالراتبة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لو كنت مسبحا يعني متنفلا لأتممت. نعم. بالنسبة لإمامة الصبي بمن هو أكبر منه سنا يا شيخ؟ لا بأس به، إذا كان الصبي مميزا وهو أحفظ للقرآن وأقرأ للقرآن فيقدم وإن كان صبيا. نعم. أخيرا نسأل هذا السؤال الشيخ في هذا البرنامج: ما المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة؟ واضح أن وجه الله عظيم، ولا يطلب به إلا شيء عظيم ولا أعظم من الجنة، فيسأل بوجه الله الجنة ولا يسأل بها غير الجنة، مع أن الحديث فيه ضعف. شكر الله لكم الشيخ صالح، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. أشكر فريق العمل، كما أشكر زميلي عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.